شكرا ليك يا هبة. يمكن لما تم الإعلان عن مهرجان مدينة العالمين للترفيه المتوقع كان مجموعة من الحفلات الغنائية، ولكن اللي حصل فاق كل التوقعات. عندنا أكتر من 45 يوم كلهم فعاليات وأنشطة مختلفة ومميزة على مدار كل الأيام. كل يوم من أيام المهرجان كان له إيقاع وشكل، وهنا بقى بتظهر دقة التنظيم واحترافيته من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. زي ما احنا عارفين انه ارضاء كل الاذواق حاجه صعبه جدا، ما بالك اختلاف الذوق واختلاف كمان العمر، ودي كانت المعادله الصعبه اللي مهرجان العالمين قدر ان هو يحققها بشكل ادهش كل الحضور والمتابعين. على سبيل المثال عشاق الموسيقى كان عندهم ميعاد دائم مع تنوع مميز جدا من الحفلات الموسيقيه والغنائيه. كل انواع الفنون كانت موجوده وحاضره على ارض العالمين، كان في طرب، كان في شعبي، كان في راب. اللي بيحبوا الطرب والسلطنه استمتعوا باهم واشهر المطربين من مصر والعالم العربي، استمتعوا بمحمد منير، بحميد الشاعري، براغب علامه، بانغام، ببهاء سلطان، باليسا، بنانسي عجرم، بمدحت صالح، بريهام عبد الحكيم، وغيرهم من المطربين اللي حفلاتهم كانت كامله العدد. أما الجيل الجديد فكان عندهم برضو نصيب من خلال حفلات لأهم المطربين الشباب زي ويجز، زي مسلم. كمان كان موجود حفلات لأشهر الفرق الموسيقية، كايروكي، مسار إجباري، والنهاردة في الختام فرقة شارموفرز. كمان كان في حضور لعدد من الفرق الغنائية والمطربين ولكن على مسرح الشارع، زي مثلا فرقة سيد الحسيني للمزمار الشعبي، فرقة عربي هارموني. عشاق الأغاني الشعبية عاشوا ليالي جميلة مع حفلات ضخمة لحكيم، محمود الليسي، رضا البحراوي، عمر كمال، وطبعا ده غير حفلة النجم العالمي رص. التنوع الكبير في الأنشطة والفعاليات كان هدفه هو جذب فئات مختلفة من الجمهور، وده اللي حصل. جمهور من مصر وجمهور من كل دول المنطقة العربية، وكل زائر لمدينة العالمين الجديدة خلال أيام المهرجان أكيد لقى اللي بيحبه.